السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة عندنا تشيو الحمد لله. ياو يا ميست بابا ولاي قد تامي هنا بعض النقر السجل سأدر قد تبينه يا ميست حق بابا ولاي كباد نوع إسلام والله كباد نوع تنشنا من ياو بزنو لك أدي وردت حديث كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنبيه حديث لي ብዙ ወርደዋል ሚስት ባሏን በከባድ ሁኔታ መንከባከብ እንዳለባትና ሐቁን መሟላት እንዳለባት ተሁድ ለመርአት አጥዋል ዘውጃ ወትወዲሁ لها ثواب طاعتها ለባሏ ተዛጅ ሆና የምታገኘውን አጅር በጣም በሐዲስ ብዙ ነግሯል ان ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول يا الله نبي ينبر لك ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله الله عند المؤمن قالت أكمهم الله انفرته هنا بهلا خيرا له درس بلاتي هنا من زوجة صالحة صالح مست تمسكت يبلت أمارك سواله ميست من عينتنا ببال إن آمرها سيازات أطوعته يمتتاززو يمتفت ويبلس المسد وإن نظر إليها أرسوان سيملكتها السيايات سرته دس يمتلو كل قزيلة بولا ومتوام مالتنا سيتو داري بيتوست يعني كوشنا ماري بيت لبسي لبسالو ماري بيت لبسي أو يكيس بيت جساكيس جونية منام مالتنا ባሏጋ ውጭ ሰውጣ ግን ያለ የለለ ቀላቀም በኋላ አዝላ ለብሳ ተጋጊጣ ተጋለች የውጭ ሰው እንዲያት መስፈልገ ለባሏ ግን አትጋጋት ይገርም ነው ወይ አክሰም عليها በሚስቱ ላይ ቢምል والله ሚስቴህ ለሰራቢል አበረተه መሐላውን የምትጸዳው የምትሰራ የሚያምንባት ወይን غاب عنها ارسو ركبتها بهد حافظته የምትጠብቅ في نفسها راسوان ለወንጀል የማታጋለጽ ለመጥፎ ገንዘቡንም የምትጠብቅ ይቺና ሷሊህ ሚስት አሉ ያላህ ነብይ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል ረዲየላሁ ዐንሁ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله نبي قال لو تعلم المرأة حق الزوج عند السيد يبالوان حق بتوق نورو لم تقعد اتكمت منبر محاضر غداؤه قوسنا وعشاؤه راتو بقرب قطر اتكمت حتى يفرغ من استميج الرسترس لك دنگديا هنا قوما نبر يمتابلو يباوان حق بتوق نو نغير كن اتوق تشغرو سرو وانا عائشه رضي الله عنها قالت عائشه سيدكي ستمكرالچ يا معشر النساء ان انت سيت جماعوچ وي لو تعلمون حق ازواجكن يبالوچاچون حق بتاوقو بنانته لا يالون لجاءت المرأة منكن تنانته سيتوچ يادرغو نبره تمسحو يميابس يهونو نبره الغبار تفتبالاچو فيت لاي عفرن عن وجه زوجها بنحر وجهها ابوالاي ابوالا فيت لاي عفر ويم ليا نغر بونو بتاي براسوا بفيتوا نبر يمترغلت ليا حقن بتاوق نورو تلالچ عائشه رضي الله عنها يبال حق كبالي نو الف الف بنتكم بملنو ان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اتى رجل بابنته الى رسول الله عند سويه لجوكا تكاسو نبيو غا متى فقال للنبيو علوت ان ابنتي هذه يچي لجي ابت امبيالچ انت تزوجي غابچا امبيالچ من الشرعين هذا الوقت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ما الوقت أطعي أباكي أباتشن تازجيا الوقت فقالت رسول مالك والذي بعثك بالحق بتككل بلاك جيتا هون البن بتككل بلاك جيتا هون البن لا أتزوجوا على قبام حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته يبال حق بمستولي يبال حق ሳታስተምር አላገባም የባሌ ሀቅ ምን እንደ ተሳውቀኝ እኔ አላገባም ማለችውት قال نبي مالت حق الزوج على زوجته يبال حق بميستو لاي لميستو لاي ያለው ለባል حق አለው كانت به قرحه بالوافيت لاي قسل بنور
فلهيستها ياتشن قسل بتلسات او انتشر من خراه ويكنفروا بقسل سديدن مغي ويم ديم يكون يشلال ثم ابتلعته طقابلا يعني اللسا بتوطو انكون ما ادت حقه يبالون حق ادرسج ايبالم نا يبال حق كبار نو لازم بلو عنده بار يمفتتبتنا عنده تها نغير ادلم والذي بعثك بالحق بتككل بلاكه جتا يهنبني على چوت بياچلج لا اتزوج ابدا على غبا مالچوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله نبي مالوات لا تنكحوهن الا باذنهن بفقادياچو انجي اتسجدواچو ስለዛ የባል حق ከባድነትን ያመለክታል በሌላ ሐዲስ አቡ ሁረይራ ነብያችን አሉ ይላል ኢዛ ሶለት ለመርአቱ ኸምሳ ሴትዮዋ አምስት አውቃት ሰላት ጠብቃል ሰገደች ወሷመት ሸህራ ረመዳንን በትክክል ተጾመች ወሐሰነት ፈርጅሃ በልቷን ተዚና ተጠበቀች ወአጧአት ዘውጅሃ ለባሏ ታዛዥ ተሆነች إلا لها لرسوا يبالال ادخل الجنة جنة قبي من أي أبواب الجنة شئتي بفلقوا بجنة بر بفلقشوا قبي تبالال لك سلزا يبال حق كانت بادرقان إهنني مسلال يتكبرنو عندك السيق سنقر ولتنيا من لسول السوبر سايستم بويت مفتات ለፈራይ ከባል ያአላህን ሐቅ ተከትሎ የባል ሐቅ ተናተም ታባተም ሐቅ የባል ሐቅ የተቀደመ ነው ስለዛ ተዳርን ለማቆየት መቻቻልና የባልን ሐቅ ማሟላት እርሱ ሐቅ የለው ማለት አይደለም የሱንም ሐቅ በሌላ ጊዜ እንመጣበታለን እሱም ግዴታ የሆነ ሐቅ አለበት ኢንሻአላህ በሌላ ጊዜ እናያለን ይሄ ይሷን ይመስላል የሷ ሴትዮዋ በባሏ ላይ ግዴታ የሚሆንባት ነገር ይሄ ነው አደራ አደራ ይባላል ከከፈነው ሰላም አለይኩም